صرح مهدد بالاندثار، ذلك هو برج المفتول، أحد المعالم التراثية لمحافظة الأنبار، يقع في ناحية الصقلاوية، وتم تشييده عام 1920، واستخدمته القوات البريطانية المتمركزة في هذه المنطقة لغرض مراقبة المسطحات المائية وللتحصين العسكري آنذاك. وشهد هذا المكان معارك بين ثوار العشائر العراقية والاحتلال الإنجليزي، كما يسرد مختصون في الآثار والتأريخ، حيث استشهد قرب هذا المكان الشيخ سمير الشلال أثناء مقاومة الاحتلال الإنجليزي عام 1941. ولأهميته التراثية يطالب سكان المحافظة الجهات الحكومية بإنقاذ هذا المعلم من الاندثار. برج المفتول، مأذنة عانة، إلى غيره من هاي المواقع الأثرية مهملة. نتمنى على الجهات المعنية ودائرة الآثار في محافظة الأنبار أنه تلتفت لهاي الآثار وتكون هي واجهة لبلد وواجهة لمحافظة الأنبار ولاستقطاب السياح. أجدادي، يعني أبويا حكالي وأبويا حكالي على برج المفتول. هذا البرج يراد له ترتيب، يراد له عناية، يراد له تركيز. نطلب من وزارة الآثار أن تترتبه وخلي السياح يعني تجي به. في المقابل يقول مسؤولون في الأنبار إن هناك كشوفات تم إصدارها العام الماضي لتوثيق المباني الأثرية والتراثية، ومنها موقع برج المفتول في الصقلاوية، بهدف إعادة ترميمها وصيانتها بتوجيه من الهيئة العامة للآثار في الأنبار. هناك فكرة وكشوفات لغرض إعادة ترميمها وصيانتها من قبل الهيئة العامة للآثار. هناك توجه كبير لتوثيق المباني التراثية في مدينة الفلوجة وفي كل أقضية محافظة الأنبار. هذا المعلم التراثي المهم يعد من المعالم المهمة التي تحرص مفتشية آثار وتراث الأنبار إظهاره بشكل الواضح للعيان الذي يمثل حقبة تاريخية مرت على هذه المدينة. معالم بلاد الرافدين التاريخية التي لا تقدر بثمن مثلها مثل غيرها من مرافق البلد الحيوية تعاني من التجاهل، وباتت مهددة بالاندثار بسبب سوء الإدارة والإهمال.